السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الصمغ العربي، له شاب يأتي من السودان، له قدرة على امتصاص المواد المسرطنة ويقي من سرطان القولون وقرحة المعدة، ويعالج الإمساك المزمن، ويخفض نسبة الكوليسترول بالدم، ويقي من أمراض القلب ويكسر الدهون ويخفض الوزن، يعني مفيد في التخسيس النحافة لمن يريد النحافة، وينظم إفراز الأنسولين، ويحتوي على فوائد صحية وعلاجية لمرضى الأمعاء، ويستخدم في علاج التهاب الكبد الفيروسي، ويساعد على الوقاية من الفشل الكلوي، حيث يقوم بتخفيض نسبة البولينة في الدم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.